أهلا بكم أصدقائي، أنا حازم. كيفية تغيير حساب الببجي والدخول بحساب آخر؟ يعني الآن أنا فاتح حساب ببجي، عايز أطلع منه واستخدم حساب ببجي آخر مملوك ليا برضه. الطريقة أسهل ما يمكن، بنروح لعلامة السهم عشان نفتح الإعدادات، ومن الإعدادات بنروح نسجل الخروج من اللعبة اللي احنا فيها، نضغط على موافق وكده طلعنا برا اللعبة. الخطوة التانية إننا بنروح لحساب الفيسبوك وبنروح على الثلاث شرطات اللي في الأعلى، بيكون عندك هنا صور حساباتك الأخرى على فيسبوك، تضغط عليها وبعدين بتسجل دخول للحساب الفيسبوك الآخر المربوط بلعبة ببجي اللي انت عايز تدخل عليها، بتسجل دخول لحساب فيسبوك آخر غير المفتوح على الهاتف، تمام. وبعد ما بنسجل دخول بنروح للعبة مرة أخرى وبنضغط على لوج إن ويز فيسبوك وبننتظر إن اللعبة تدخل، وبيفتح حساب الفيسبوك حساب ببجي مرة أخرى. ودي طريقة منتهى السهولة علشان تستخدم أكتر من حساب، بيكون وبشكل سريع. يا رب يكون الشرح أفدكم.